اكسبيرينس كثير حلوه. حتى نحن خبرتنا كانت مانيفاكتشرينج 4 سنين، وبعدين فيليسيا بانك سنتين كمان بروكيورمنت بالادمنستريشن. هلا حقيقه بس في شغله بالنسبه للسبلاي تشين بتعوزها بزنس منتاليتي بالبانكينج بتعوزها كثير. وبتامل ان شاء الله عشان كمان نفوت بموضوع البروشيسز، وكثير كانت اكسبيرينس حلوه. وانا بنصح انه تاخذوها كلها 42 اورز، ما حدا يفوت بتاخذوها بسلق لانه ما حتستفيدوا. هيدا هيك خذوا تاخذي وقتك تحفظيها، يعني بتطلع كثير كثير ساتشوريتد وبتطلع كثير مرتبه. وميرسي كثير كانت معك السيشن الثانيه، وشكرا اندريا زمان.